أنا اسمي عمرو، خريج كلية آداب قسم اجتماع، وطبعاً المهنة دي دخلتها بناءً على يعني أهل زوجتي قالوا لي لو حبيت أنك أنت تستمر فيها وعجبتك هتكمل فيها. أنا كنت شغال في السعودية في ريسبشن، ولما جيت طبعاً زي أي حد بيشوف الأحجار بينبهر بيها بأشكالها وموديلاتها، لأنها يعني بتتسقل بعد كده على شكل خواتم وعلى شكل عقاد وعلى شكل أساور وعلى شكل حلقان. فهي بصراحة جذبتني لدرجة أن أنا كان معايا لحد آخر لحظة العقد بتاع السعودية، بس قعدت فترة اختبار فيها بصراحة، هم الناس علموني، وأنا كمان بثقافتي وبعلمي واخد بالك برضو ابتديت برضو أن أنا أحبها أكتر وأكتر، فابتديت أفهم فيها وأفهم في أسمائها وأفهم في أشكالها، لدرجة أن أنا حبيت كمان أن أنا ما استقرش بس في كده، من كتر حبي فيها ربنا كرمنا وفتحنا محل برايفت بقى بعيد عن أهل زوجتي، لأنها كانت الصاغة موجودة فالاتنين بيكملوا بعض. الصاغة ما تقدرش، الذهب ما يستغناش عن الأحجار ولا الأحجار تستغنى عن الذهب. أصل المنشأ بتاع الدمغ والموازين موجود هناوت، فأنا إيه اللي هيخليني أفتح في حتة بعيدة وأنقل حاجات ذات قيمة واخد بالك وتبقى معرضة للهلاك ومعرضة للسرقة؟ فالدمغ والموازين موجودة فين؟ في الجمالية. فطبعا الحاجة موجودة هنا، أنا برجع لمين؟ الأم اللي هو الدمغ والموازين. فهي دي السبب ان الجماليه او بالاخص حاره الصلاحيه انها تبقى يعني مشهوره بمنتجات الاحجار الكريمه. طبعا بعد كده في ناس وسعت واخد بالك، بقت في محلات بتفتح في الدقي، في محلات بتفتح في المهندسين، في محلات بتفتح في مصر الجديده، ولكن كله 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 برضو في الاخر بيصب فين؟ في الصلاحيه. الصلاحية دي ما هو أسر، هو الصلاحية دي بدر الدين الصالح، فكلمة الصلاحية دي من بدر الدين الصالح يعني جاية منها مشتقة منها، أدي الموضوع يعني. هل الأحجار ليها فعلا زي ما بيقولوا علم التقاط بقى والكلام ده، وإنها لها فعلا قدرات شفائية وقدرات علاجية؟ بص، هو كل واحد ليه معتقد كويس، في عالم الأحجار وعالم الأبراج وعالم الفلك، هو النهارده بقى علم لا مفر منه واخد بالك، ولكن في ناس بتميل الناحيه الدينيه وفي ناس بتميل الناحيه العلميه. العلميه دي اللي هي بتشتق منها واخد بالك، اللي هي ناحيه الشفاء بالحجر دوت. انا مكنوني ان انا بحب الحجر دوت لان اللون بتاعه واخد بالك جذبني ليه، لكن موضوع ان هو بيجيب الرزق، موضوع ان هو واخد بالك بيعالج الالام، موضوع ان هو بيعالج العظام، دي حاجة بترجع للشخص نفسه تقبله للناحية النفسية، تقبله هي يعني هي روحانية نفسية. أنا مثلا بحب الحجر دوت فتليني بركز فيه، تليني دايما بجيبه لأنه هو يعني جذبني ليه، يبقى هي ناحية جمالية أو ناحية شكلية دي بالنسبة لي أنا. وطبعا برضو احنا جزء لا يتجزأ من الصين، يعني عشان عندنا برضو عمال مهرة بيعرفوا يسكلوا الحجر، بيبقى عبارة عن رف او رو. اي حد بيجي يقول لك انا عايز اعمل الدلاية دي بالمواصفات دي، هم عندهم المقدرة على التشكيل، بس كل الخامات برضو بنرجع مردود الاساسي ان الحاجات دي لازم تيجي منين؟ من الصين، من اول البنط بتاعت التخريم، من اول الديسكات بتاعت الحج، والاول المكنه، فكل الحاجات دي عندنا احنا الخبره، بس ما عندناش الناحيه التكنيك. التكنيك ده موجود فين؟ في الصين متفوقه فيه زي ما احنا قلنا، وهنعيد ونزيد ان الصين وصلت مرحله جباره جدا جدا انها تعمل لك من اول 1 ملي مشطوف لحد 20 و25 ملي، ولكن ده ظل مصر متربعه على عرش النحت
وعلى عرش الفنون الفرعونيه، لان دي حاجه ما حدش حد النهارده وصل لها. وانت ممكن تشوف السبحه زي ديت مثلا، شوف فيها كام خرم بكام شكل، وبيتعمل فيها اسماء الله الحسنى، وبتطعم زي ما انت عايز بجميع الاشكال. فدي في حد ذاتها ما حدش وصل لها غير المصريين بس، وده شيء جميل جدا جدا. على الرغم براعه السنين فهم لم يوصلوا للمرحله دي، حتى المصريين حبوا ان هم يبعتوها هناك انها تتعمل بسعر ارخص وباجود، ما نفعش، فشلت العمليه دي، ودي حاجه جميله جدا في المصريين. هو الموضوع كله ان احنا ما وصلناش للتكنيك، المكن، احنا مش عارفين نصنع مكن. يعني هو المشكله كلها ان المانيا متفوقه هي والصين، لكن احنا ما عرفناش نوصل للمكن دوت. ما احنا لو عرفنا نوصل للمكن دوت النهارده بيجيبوا مكن ليزر بتاع الحفر، ومكن ليزر بتاع الذهب باشكاله، فدي بتيجي من ايطاليا، احنا ما نعرفش، مش عارفين نعملها لحد النهارده. فهي دي مشكلتنا والله. هي مهنه جميله جدا جدا جدا، ومهنه راقيه جدا 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 جدا. يعني انا بعتبرها لو مش بتجيب لك فلوس فكفايه انك انت بتبص الحاجه كده من صنع الله، من الطبيعه. بس هي مشكله انها بتسرق العمر، كل يوم في جديد، وكل يوم عايز تسافر، وكل يوم عايز تجيب الاحدث، وكل يوم منتظر الرزق، فتلاقي نفسك كبرت فيها، واخد بالك، من حبك ليها. يعني انا بالنسبه لي لو انت قلنا النهارده في كام دكتور في مصر، ممكن يطلعوا 30-40 ألف، لو في كام مهندس ممكن يطلعوا 30-40 ألف، في كام محامي مليون محامي. لكن تعالى زي ما احنا جبنا في الاول حارة الصلاحية، ده شارع، دي منطقة، يعني المحلات لا تتعدى 50 محل. فاحنا بنحاول انها ما تنقرضش، لانها برضو امتداد، واخد بالك، للتراث المصري بجميع الهوايات وبجميع الحرف. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان ولادنا يتوارثوها عشان تبقى امتداد، واخد بالك، للعصور الاخرى. Thank you.